إلى ثمانية. نعم الهدف الثامن، وبالتالي يتقدم من يونايتد الآن بواسطة المتألق هداف البطولة فرناندز يسجل الهدف الأول، الهدف الشخصي الثامن. عد هو عنده خمسة مع سبورتنج لشبونة، الآن ثلاثة الذهبي بالكرة التي تصل لمصلحة إشبيلية. ممكن جول، جول إشبيلية يعادل النتيجة وبالتالي يسجل هدف التعادل. ومرة تمريرة جميلة يسجل الفريق عند لاعبين إشبيلية يسجل الهدف الثاني بواسطة اللاعب البديل دي يونغ يسجل الهدف الثاني لمصلحة إشبيلية. لاحظ الانطلاقة التي أتت هناك، أولا العمل قبل ذلك والانطلاقة في الجهة اليمنى، وبعد ذلك تحويل الكرة. شف 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 مرت الكرة وتهيأت إلى اللاعب